السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وسيم جرافيكس. ومثل كل مرة جبنا لكم مراجعة لجهاز جديد اللي هو من الشركة اللي راهي دايرة ضجة هذه الأيام اللي هي بلاك فيو. واليوم جيت نقدم لكم تابلت تاب 18. التابلت يجي بتصميم مميز للغاية وبسيط، شاشة 12 إنش بدقة 2K وتحتل 86% من المساحة الأمامية، ومزودة أيضا بقلم ستايلش وأوديو سبيكر ستوريو بجودة صوت رائعة. بالنسبة للمعالج فهي مزودة معالج هيليو جي 99 بدقة تصنيع 6 نانومتر أصدقائي. بالنسبة للرام فهي تأتي ب 12 جيجا رام و 265 جيجا تخزين قابل للتوسعة إلى 1 تيرا. بالنسبة للبطارية فهي تأتي بحجم 8800 ميلي أمبير وبسرعة شحن 33 واط، تخدم معك حتى 12 ساعة باليوم. بالنسبة للكاميرا فتأتي بكاميرا 16 ميجا بيكسل. التابلت مزود باندرويد 13 مع واجهة دوك او اس الرائعة. التابلت صراحة جدا عملي لكل الاستخدامات ومناسب للغاية للطلبة وللدراسة خصوصا، كما انه مزود بلوحة مفاتيح خارجية ليصبح مثل جهاز الحاسوب. خاوتي بالنسبة لمحتويات العلبة صراحة شركة بلاك فيو تعجبني في الاكسسوارات اللي تقدمها مع التابلت، حيث يجي مع شاحن، كابل وسماعات سلكية ومانيول وكارد انجكتور بين، وكذلك مع بوشات خاصة بها اللي يجي فيها كيبورد خارجي. التابلت بسمك سمعة 7 ميليمتر ووزن خفيف 600 جرام فقط. بالنسبة للصور اللي تقدمهم التابلت جودة رائعة كما راكم تشوفوا، وايضا الشاشه رائعه للعمل مع السطوع في الخارج، شكل تاعو رائع ما شاء الله. بالنسبه للاداء فاداء الالعاب ايضا رائع مع كل الالعاب، نخليكم مع اداء البنش مارك تاع انطوطو. كما راكم تشوفوا ما شاء الله يعني قداها 478 ألف نقطة في الأنطوطو، أمر رائع بالنسبة لجهاز تابلت. آخر حاجة حبيت نوريها هي خاصية سبلايت سكرين اللي دارت الشركة في الأو أس تاعها، واللي يعني صراحة تساعدك بزاف أثناء العمل وأثناء الملتي تاسكين. واخر حاجه اللي يحب يطلب الطابلت فهي متوفره عند متجر بلاك فيو في موقع علي اكسبرس، راني خليتكم الرابط في البايو اسفل الفيديو. وهذا هو اللي كان عندي، اللي يحب يشتري من علي اكسبرس والله يقدر يتصل بنا في الانستغرام، كذلك ايضا خليكم انستغرام تاعي ايضا اللي عنده استفسارات والله شيء من هذا القبيل يقدر يراسلنا، ومرحبا بكم في اي وقت. وهذا هو اللي كان عندي، السلام عليكم.